السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم في الدنيا والآخرة. ما منا من أحد إلا وتمر عليه بعض الهموم والغموم والأحزان والآلام التي تؤلم قلبه. في هذا الوضع يكون الناس في حالين، فأما الحالة الأولى فمهما أصابتهم من الهموم والآلام إلا دائما تجده مبتسم ودائما متفائل ودائما يكرر ذكر الله عز وجل على لسانه ويقول الحمد لله. وهذه أفضل حالة، أن الإنسان يكون شاكر لله عز وجل. وأما الحالة الثانية دائما تجد مهموم ومغموم ومتشائم، يقول يعني أنا حياتي كلها كذا، يعني يبدأ يعطي نفسه رسائل سلبية. وهذا الأمر أخوان جدا والله خطير، خطير، لأن الشيطان يبدأ يتمكن منك ويبدأ يقنتك من رحمة الله عز وجل. وهذه أفضل شيء عند الشيطان، أنه يراك قانت ويؤوس وحزين، فلأن هذا الحزن ترى يسبب حتى أمراض نفسية، يؤثر حتى على النفسية، سبحان الله. وهذه هي الدنيا، الدنيا هذه جبلت على كدر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله آذوه ورموه بالحجارة وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون، وهو مين؟ هو رسول الله. ونكون صريحين أكثر، والله في قلوبنا من الهموم والغموم والأحزان ما الله به عليم. أعرف أنه كذلك أنتم، ولكن منا من دائما يبتسم ويقول الحمد لله، ما يأتي من الله إلا كل خير. الله أكبر. والله العظيم إني أعرف واحد من الشباب عنده دين، وعنده سيارة واخذها بالدين، وعنده بيت إيجار، وعنده أسرة يصرف عليها وراتبه يعني شوية قليل، والله دائما ألقاه مبتسم. أقول له يا فلان ما شاء الله عليك دائما مبتسم، يقول لي يا ماجد والله العظيم إيش تسوي الفلوس؟ يقول أهم شيء قلبي مرتاح، وإن شاء الله الله راضي عني، أنا أسعد إنسان في الدنيا لو لم أملك ريال في جيب، لكن أهم شيء الله يرضى عني يا الله. فلذلك يا أخواني يا أخوات، مهما أصابكم من مشاكل الدنيا همومها وغمومها وأحزانها أو فراق حبيب، لا تحزنوا، ما عند الله عز وجل خير وأبقى. أبغى منكم طلب واحد، ابتسموا الآن وقولوا الحمد لله.